تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور ومواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. طبعا قبل ما أذكر برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله جميعا بالخير. مقدمة الحلقة اليوم دكتورة عاشة البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا مواضيعنا بتتنوع مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا في برنامج صحة وسعادة. طبعا أول فقرة مثل ما تعودنا اللي هي فقرة سوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها. ويانا اليوم أختنا زميلتنا أسماء الجناحي، لمدة 60 ثانية إن شاء الله بنتعرف على اهتمامات السوشيال ميديا. صباحك الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك على كل المستمعين مستمعي إذاعة نور دبي. حاليا نحن موجودين، وطبعا من الأوسمة المتصدرة اليوم هو وسام أسبوع دبي للاستثمار، وفي هيئة الصحة لها دور كبير ولها يوم مخصص ومخصصة يوم منظمة فيه منتدى شهادة الحاجة للاستثمار الصحي. وحاليا نحن موجودين نغطي الحدث هذا في موقع الفعاليات. ممتاز. أيضا من الأشياء الثانية اللي موجودة، اليوم هو يوم كبار السن، وعندنا مجموعة من الفعاليات اللي موجودة أتوقع إن شاء الله الضيوف يتكلمون عنها. أيضا اليوم هو يوم العالمي لممرضية الطوارئ. اللي ما يعرفون، يعني هناك كثير ما يعرفون أن ممرضية الطوارئ يختلفون في الحالات اللي يتعاملون معها، مو بأي شخص ممكن يكون طبيب طوارئ. صحيح. فعشان لهم يوم عالمي مخصص لممرضية الطوارئ، ممكن هم يكون سبب نجاة إنسان من الموت. فمرضية الطوارئ لهم يعني مثل نقول شيء خاص، امتيازات خاصة فيك طبيعة التعامل مع الحالات اللي توصلهم. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء نحن نحطها بعض النصائح التوعوية، أمس كنا نتكلم عن الوجبات الخفيفة. بعض الأشخاص أيضا دام أنه شيء صحي يعني ممكن أخذ منه لقنين أو صبر كميات لا محدودة كمية لا محدودة، لكن أيضا مثلا التبول اللي كنا حاطينها. نعم. نصف كوب يحتوي على 180 سعرة حرارية، لأن فيها الزيت وفيها الأشياء الثانية، فمو يعني أنه خضرة يعني هو ما يحتوي على سعرات. صحيح. حتى فيها البرقة اللي هو يعتبر يعني فيه نسبة كربوهيدرات معينة فيختلف. صحيح. أيضا نحن نعطي الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة، ستجد سرعة الأداء عندما تعمل ضمن فريق عمل متمكن، أما جودة الأداء ستجدها عندما تعمل ضمن فريق بروح واحد. يعني ممكن الأداء يكون سريع لكن هل هو بجودة عالية؟ هذا اللي يطلع بس لما يكون كل واحد الفريق قلبه على قلب الثاني. صحيح. ويشتغلون بروح وحدة لهدف واحد. صحيح. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. زميلتنا أسماء عرضت علينا الأشياء المتداولة في السوشيال ميديا وكذلك أغلب ما يدور فيها، ونقطة مهمة جدا ذكرتها بخصوص الأكل الصحي أو الأكلات أو الوجبات الخفيفة الصحية. معظم الناس بالهم أن أكل قد ما أقدر منها، بس تكون
بس لازم بعد أحسب الكمية تأثر. يعني هي عطت مثال اللي هي التبولة اللي نعتبرها شيء يعني تحتوي على خضروات أكثر شيء، بس عطت النص كوب من التبولة، هذه سعرات الحرارية. يعني كل ما زدت الكمية كذلك السعرات الحرارية في هذا الشيء بيزيد أكثر وأكثر. فعشان كذي الواحد حتى لو أن يأكل شيء صحي بس ناكل باعتدال، يعني سبحان الله، يعني ما بأن أكله بلا نهاية أو أكل الكميات الكبيرة أو قد ما أقدر، لا، بعد كل شيء له يعني حدود معينة لكل شيء. مستمعينا، عندنا اليوم دراسة تقول اختبار دم جديد يكشف عن أكثر من 20 نوع من السرطان. اليوم بنتكلم عن هذه الدراسة إن شاء الله، بس بعد ما نسمع عن فوائد زيت الزيتون مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لميا مصطفوي. صبحت الله بالخير أستاذة لميا. صباح النور، هلا حبيبتي. أهلين، حابين نتعرف أكثر وأكثر عن فوائد زيت الزيتون. أول شيء مثل ما تعرفون زيت الزيتون شجرة مباركة ومشهورة في المناطق عندنا، ولها فوائد، فوائدها وايدة على الجسم وعلى الإنسان. نعم. كما تعد زيت الزيتون مصدر للطاقة وغني بالمعادن والأحماض الدهنية الضرورية وغيرها. الحين عادة ما يوصل بها، احنا خاصة نوصل بها مرضانا، انه ياخذون ما يقارب 7 حبات من الزيت من الزيتون يوميا، لان فيها اسرار وقيمة غذائية تحافظ على نظام غذائي صحي ومتوازن. انزين، شو هو مش فوائد، شو مميزات الزيتون؟ اول شيء تعتبر ثمرة الزيتون هي غنية وفيها معادن ضرورية. شو هي المعادن اللي فيها؟ فيها الكالسيوم، فيها الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الفوسفورس، الكبريت، النحاس واليود. نعم. غير هذه شو فيها بعد؟ فيها فيتامينات والأحماض الأمينية، وتحتوي على أكسدة قوة نظرا لاحتوائها على فيتامين ب ألف وفيتامين ها. نعم. هاي مميزاتها. شو فوائدها؟ كل حد يأكل زيتون، خاصة اليهال عندنا وايد يحبون الزيتون. صحيح. ليش؟ شوف فايدة الزيتون، احنا نعطي اليهال زيتون أو الكبار حتى يأخذونها. أول شيء تحافظ على صحة القلب والشرايين. نعم. عن طريق تقلل الكوليسترول السيء وترتفع الكوليسترول الجيد، اللي هو تقلل من LDL وترفع من HDL. إنزين، وهذا يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وتحميها من السرطان بسم الله الكل. إنزين، ثانية تقوي المناعة وتكافح جذر الحرة، إنها تحتوي على فيتامينات ألف وها، وتبين فيها في الزيت زيتون المكافحة للالتهابات وتعزز المناعة. نعم. بعدين هو وايد زين، إحنا نعطيه خاصة حق اليهال والكبار السن، لأنها تحسن مستوى الذاكرة عندهم. عاد احنا هالايام ما شاء الله تبارك الرحمن هذا شيء اساسي للجميع، تقوي عنا. نعم. بعدين يمد بالطاقه وتسيطر على الشهيه، لانها فيها فيها دهون، فيخليك شويه تبين يشبعك شويه، لان فيها احماض يخليك الاحماض الدهنيه اللي تخليك مشبعه فيها، يعني يخليك شويه شبعانه لفتره يعني. انزين، غير هذا يعتبر زيت الزيتون حتى انه يعالج من فقر الدم، وبعدين يعامل محاربة لعلامات الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة، خاصة احنا قبل كان يقولون الامهاتنا قبل كان يقولون خذوا الزيت فركوا جسمكم بزيت الزيتون يعطيكم نظارة للبشرة، وفعلا صح. إنزين، وغير هذا تفيد حق جهاز الهضمي، حتى تفيد تسهيل الهضم ويساعد وايد في حق الناس اللي عندهم امساك. يقول قبل كان يقولون الياهل اللي فيه امساك او الانسان اللي فيه امساك او عريج ابيخا شوكه زيتون، عاد اللي يتحملها وايد اللي ما يتحملها الله يعين. في ناس ما شاء الله تتحملها لان عارفه فوائدها، فيمكن الفايده تطغي او حبهم لان ياخذون هالفايده تطغي حتى على طعم زيت الزيتون اللي ياخذونه. بالضبط. الحين
شو القيمة الغذائية اللي فيها؟ نعم. يقول لك 100 جرام من الزيت من الزيتون، مش نعم. الزيت الزيتون، 100 جرام من الزيتون فيها 115 سعرة حرارية، أي وفيها 6.3 جرام من الكربوهيدرات، فيها 3.2 جرام الياف، فيها 0.8 جرام من البروتين، و 10.7 جرام زيوت. بس مثل ما قلت لك أنا، هي غنية بالزيوت وقليلة في الكارب. نعم. لميا، بس عندي سؤال بخصوص الزيتون. يعني معظم الزيتون اللي عندنا يكون يعني محفوظ بمادة ملحية. زين. فالأشخاص اللي عندهم ضغط أو الأشخاص اللي عندهم أملاح معينة أو زيادتها، فكيف يعني يبغي يأكلها، بس كيف يسوي أساس يقلل من يعني المضاعفات اللي بتيجي من الأملاح هذه؟ إذن مثل ما إحنا عندنا يوم عندنا الجبن الفيتة، نعم، تكون مالحة بعد. صحيح. بس في ناس كيف يأخذونها؟ يودرون لك إياها بماي، أي عساس تنقص نسبة الأملاح، تنقص من الأملاح فيها. نعم، وهذا جدا مهم أن إذا كانت مالحة جدا. لميا، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. خذوها، بس يعني مثل ما قلت الكثرة منها الضر. صحيح. شو ما كانت خذوها، بس مش كثرة. مثل ما قلت لكم أنا، 7 حبات في اليوم يعدل لكم يومكم كله. صحيح صحيح. الأستاذ لميا مصطفى، وهي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياك الله يا غالية. أستاذ لميا، نفس ما عرفتنا أستاذ لميا بخصوص فوائد الزيتون وكم الكمية الموصى بها اللي نقدر ناخذها في اليوم. مستمعينا، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم مواضيع مهمة. اليوم مواضيعنا بترتكز بخصوص اليوم العالمي للمسنين، وبنتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقام التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا اليوم يوافق 1 أكتوبر، واللي هو يحتفل العالم في هاليوم من كل عام باليوم العالمي للمسنين، ولتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة اللي يقدمها كبار السن في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالمشكلات والتحديات اللي يواجهونها في عالم اليوم. ويعمل كبار السن على تقديم إسهامات عدة للمجتمع عن طريق العمل التطوعي، سواء نقل الخبرات المعرفة للأجيال الأخرى، ومن خلال خبراتهم اللي اكتسبوها من الحياة، مع التأكيد على قدرتهم على مواصلة العطاء. حول هذا اليوم وما تقدمه هيئة الصحة بدبي من رعاية فائقة ومتكاملة لكبار المواطنين من خلال مركز سعادة كبار المواطنين، يسعدنا تكون ويانا اليوم الدكتور سلوى السويدي، مديرة المركز. صبحت الله بالخير دكتورة سلوى. صباح النور. هلا دكتورة، اخبارك؟ هلا، الحمد لله. كيف الحال دكتورة؟ الحمد لله، الله يسلم. طبعا كلنا عارفين أن اليوم اللي هو يصادف 1 أكتوبر، وطبعا هذا اليوم لأهمية بخصوص اليوم طبعاً العالمي للمسنين. بداية قبل ما نبتدي بخصوص هذا اليوم، حابين نتعرف على أجواء مركز سعادة كبار المواطنين، سواء اليوم أو حتى كل يوم. أوكي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عيد المسنين، احنا دائما نسميه 1 أكتوبر من كل عام، نحتفل بكبار السن، احنا نوقرهم ونحترمهم طول السنة، لكن في هذا اليوم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدم لهم شيء متميز. طبعا اليوم العالمي لكبار السن هو مناسبة او عيد من اعياد الامم المتحدة، تم اختياره في سنة 1990 اللي مثل ما قلتي تفضلتي، رفع الوعي بالنسبة للمشاكل التي تواجه كبار السن على مستوى العالم، والاحتفال أيضا بإنجازاتهم، الاحتفال بأعمالهم التطوعية، الاحتفال بأي شغلة احنا شايفينها إيجابية. صحيح. احنا دائما نعمل في مركز سعادة كبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي على إعطاء صورة إيجابية عن الشيخوخة وعن التقدم بالعمر. احنا ما نقول ان مسنيننا عبء على المجتمع، وعلى فكره دكتوره قبل فتره بسيطه عرفنا ان من
خلال الكتاب الإحصائي السنوي التابع للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نعم، أن دولة الإمارات خدت المركز الأول في انخفاض معدل عبء شيخوخة المجتمع على الاقتصاد. ممكن. شو يعني هالكلام؟ يعني أن إحنا كدولة الإمارات ما نشوف شوابنا أو كبار المواطنين أنهم عبء على الاقتصاد. إحنا المركز الأول عالميا على مستوى العالم في انخفاض عبء شيخوخة المجتمع. ممتاز. اليوم طبعا أجواء احتفالية. احنا اليوم حاولنا هالسنة ان احنا نقدم لكبار المواطنين توعية عن الخدمات الموجودة، في الخدمات الحكومية الموجودة والمتوفرة لهم، نعم، اللي ممكن هم ما يكونون عارفينها. صحيح. بمعنى حبينا نعزم الجهات والمؤسسات اللي تقدم خدمات لكبار السن عشان تشرح شو الخدمات شو الامتيازات اللي ممكن يحصلونها كبار المواطنين من خلال هذه الجهات. ممتاز. دكتورة، شو أجندتكم اليوم للاحتفال بكبار المواطنين في هذا اليوم العالمي؟ أوكي، ابتدينا الحفل، كان عريس الحفل واحد من كبار المواطنين، اللي قرأ القرآن واحد من كبار المواطنين، واحدة من كبار المواطنات. حبينا شوابنا يكونون part of الاحتفال والفعالية هذه. جميل. عندنا متحدثين، تكلمت أنا عن خدمات هيئة الصحة اللي تقدمها لكبار المواطنين من خلال مركز سعادة كبار المواطنين. نعم. عندنا متحدثة راح تكون من وزارة تنمية المجتمع، راح تتكلم عن موضوع الضمان الاجتماعي. نعم. وبطاقة مسرة، لأن لاحظنا أن عدد كبير من مسنينا ما يعرفون شو هي البطاقة وما يعرفون كيف يقدمون لها وكيف يستفيدون من خدماتها. ممتاز. وعندنا متحدث راح يكون من RTA هيئة الطرق والمواصلات، على أساس أنه هو يشرح الامتيازات اللي يحصلونها من ناحية الباركينج. في عدد كبير منهم ما يعرفون أن عندهم تخفيضات على الباركينج، أو ممكن يحصلون الباركينج فري. ممتاز. المعلومة ما يعرفونها. وعندنا متحدث من أوقاف الماينر أفيرز، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، بعد نفس الشيء باحث اجتماعي راح يتكلم عن الخدمات اللي تقدمها المؤسسة لفئة كبار السن. ممتاز. فمثل ما قلت، وطبعا يتخللها فقرة ترفيهية وتوزيع هدايا من أمن المواصلات من شرطة دبي، ما يقصرون ما شاء الله، دائما في كل فعالية يكونون ويانا ما شاء الله، من منطلق حسهم المجتمعي بأهمية تعاونهم مع المؤسسات التي ترعى كبار السن. الجميل دكتورة أن كل هيئة لها شيء خاص بكبار المواطنين. بالضبط. يعني ما نسيتهم بتاتا، لا سواء في قوانينها أو لا سواء في الامتيازات اللي تقدمها لهم. صح صح. وزاد الاهتمام، طبعا الاهتمام موجود من سنوات، لكن في الفترة الأخيرة لاحظنا فعلا أن المسؤولية المجتمعية زادت لدى يعني أغلب المؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص. يعني يمكن إحنا مركزنا يتلقى طلبات لتنفيذ أنشطة خاصة بالمسؤولية المجتمعية، فإحنا حاسين أهمية كبار السن، أو أهمية أن الجهات أو المؤسسات تقدم خدمة أو أنها تسوي فعالية، أو أنها تفضي موظفينها يوم كامل يون أز فولنتيرز، كمتطوعين في هذا المركز. ممتاز. ممتاز. يعني جدا هذا الشيء حتى مشجع لكبار المواطنين، ويبعث طبعاً الفرح والسرور لهم أن طبعاً لهم أشياء خاصة فيهم أو أن امتيازات بالضبط خاصة فيهم. بالضبط. كذلك أصلا دكتورة، من يوم ما صاحب سمو الشيخ محمد غير المسمى من كبار السن إلى كبار المواطنين، بصراحة أنا أقول هذا المسمى عبقري. صح. لأن صار الكل يحب أنه يوصل للستين عشان يقولون عنه من كبار المواطنين. صحيح. يعني قبل كنا نقول عنهم شواب، كانوا يزعلون، ما حد كان يرضى، ما حد يرضى يقول عن نفسه أنه كبير. صحيح. سبحان الله، كيف المسمى الحين صار يعني جدا جذاب، لدرجة أنهم فعلا الناس يبون يحصلون هذا البريفليج أو هالامتياز، أن أنا يقال عني من كبار المواطنين. صحيح. مثل أنت عارفين، مثل السينيور ستاف، يعني يكون لهم امتيازات خاصة. صح صح. دكتورة، احنا تكلمنا عن اليوم العالمي لكبار المواطنين أو العالم من المسنين، احنا حابين نتعرف أكثر عن إمكانيات المركز، تجهيزاته، أساس يضم هذه الخبرات ما شاء الله، وكذلك المجهود اللي تبذلونه يعني كبير بخصوص سعادة كبار المواطنين. طبعاً. فحابين نتعرف أكثر عن المركز وإمكانياته. طبعا اوكي. مركز سعادة كبار المواطنين تابع لهيئة الصحة بدبي، يقدم خدمات متميزة لفئة كبار المواطنين اللي هم فوق 60 سنة. نعم. من ناحية خدمة الإيواء الدائم أو الرعاية التمريضية للمرضى اللي ما عندهم أقارب من الدرجة الأولى. نعم. لازم نسوي بحث اجتماعي ونتأكد انهم فعلا يعني مستوفية شروط الإدخال للمركز، اللي هي فعلا اهم شيء انه ما يكون عنده أقارب من الدرجة الأولى. هدفنا احنا دائما ان المسن يكون مع اهله، لكن فعلا في حالات معينه ما
تلقين المسن بروحه، أو مثلا ما عنده أقارب من الدرجة الأولى، عنده أقارب بعاد، ما عنده حد يعتني فيه. فالمركز في هالحالة يقدم له خدمة الإيواء أو الرعاية التمريضية طويلة الأمد. مرات ممكن نقدم رعاية إيواء مؤقتة أو خدمة إيواء مؤقتة في حالة لما يكون المسن عنده أهل وعنده أقارب، لكن الأهل ممكن يكونوا مشغولين بسفرة في الصيف، بيسافرون مكان أو عندهم أي شغلة وعندهم صيانة للبيت. ساعتها بعد نقبل المسن أنه يكون عندنا لفترة شهرين ماكسيمم. نعم. في نفس الوقت المركز بالنسبة للمراجعين الخارجيين اللي هم الناس كبار السن الموجودين في بيوتهم، ممكن يكون المركز يستفيدون من كافة خدمات المركز، سواء كانت رعاية طبية أو رعاية تمريضية أو خدمات إعادة التأهيل والخدمات الاجتماعية والأنشطة والفعاليات وقسم التغذية السريرية أيضا. نعم. فإحنا نشتغل في المركز أزا تيم، كفريق عمل متكامل يكون يصب في خدمة كبيرة السن. ممتاز دكتورة. طبعا المركز سمي مركز سعادة كبار المواطنين، فحدثينا عن مؤشر السعادة والرضا المرتفع في أوصاف كبار المواطنين من تسبيل للمركز، يعني ما أخذ اسمه بدون أي انعكاس. نعم. مؤشر السعادة الحمد لله الشهر اللي فات كان 100%، ما شاء الله. قبلها كان 98. هذا مؤشر السعادة التابع لحكومة دبي الذكية، وهذا شيء طبعا يعني خلينا نشعر بالمسؤولية ان احنا we want to maintain it، نبغى نحافظ على هذه النسبة. نسبة رضا وسعادة المتعاملين وصلت 100% لسنتين على التوالي. هدفنا فعلا يعني هذه النسبة ما جت من فراغ، او نسبة الرضا والثقة والسعادة العالية ما جت من فراغ، جت من تفاني الموظفين، اخلاصهم في عملهم، عملهم بمرونة مع كبار السن. ما في موظف يقول لا والله أنا ما بسوي هالشغلة لأنه مو بشغلي، الكل يشتغل بكل مرونة وبكل أريحية مع كبار السن لأننا نعتبرهم أهلنا. باختصار يمكن هالكلمة السحرية، نحن نعتبر أي شخص في هذا المركز يا أبوي يا أمي. صحيح. فنتعامل معاهم على هذا الأساس. فيمكن يعني مكافأتنا يمكن كانت إن إحنا حصلنا نسبة رضا وسعادة عالية جداً. ممتاز. والحمد لله إن شاء الله نقدر إحنا نحافظ عليها. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة سلوى. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا الكرام خلال البرنامج. أوكي. اليوم طبعا اليوم العالمي لكبار السن، حابة أن كل واحد عنده أم أو أبو أو يد أو يد في البيت، إنه هو اليوم يعني ما بقول يأخذ له هدية، يأخذ يطلع من البيت. دبي ما شاء الله رائعة، فيها أماكن وايد روعة، يمكن إحنا كناس يعني نوعا ما صغار ما شفناها. أتمنى ندمج كبار السن في المجتمع، أتمنى نأخذهم نطلعهم نحسسهم بأهميتهم، وما يكون هذا بس يوم واحد في السنة. صح. إحنا دائما نقول كبار السن يعني توقيرهم واجب ورضاهم رضا رب العالمين، فهم فعلا كنز، واللي عنده شخص كبير بالسن يحمد ربه. أنا دائما أقول هذا الحمد لله. خير وبركة صراحة، هم طبعا. خير وبركة طبعا. طبعا صراحة، وكفاية خبرتهم يعني يعني يوم ينصحونك ينصحونك بطريقة صحيحة، يعني الحياة علمتهم. هي والله صح، يوم يدعو لك الدعوة تكون من الخاطر. سبحان الله. وسبحان الله يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله بما معناه الله يستحي يرد دعوة الشيبة. سبحان الله. فإحنا دائما حتى يعني يعني أنا أقول رضاهم blessing، يعني يعني نعمة من رب العالمين، دعواتهم هاي نعمة من رب العالمين. الحمد لله. المفروض إن إحنا نستفيد منها. صحيح صحيح. الدكتورة سلوى السويدي مديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة بدبي، نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا. شكرا. دكتورة سلوى. شكرا دكتورة. شكرا دكتورة. مستمعينا، هذه كانت فقرتنا بخصوص خدمات متطورة في مركز سعادة كبار المواطنين واحتفالهم اليوم باليوم العالمي للمسنين، وكانت ويانا الدكتورة سلوى السويدي. طالعين فاصل إن شاء الله ونكمل مواضيعنا أكثر وأكثر بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. نفس ما قلت لكم، اليوم إن شاء الله حلقتنا بتكون متركزة أكثر على اليوم العالمي للمسنين، وبنتكلم أكثر وأكثر عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لكبار المواطنين. طبعا تواصل هيئة الصحة بدبي تطوير خدماتها المقدمة لكبار المواطنين من خلال جميع مراكزها الصحية
وأقسامها الطبية المتخصصة سواء في المستشفيات ومن بين ما تقدم الهيئة اليوم ما يشهده الحين مركز الممزر الصحي واللي يحتفي باليوم العالمي للمسنين، ولكن بطريقة منوعة حيث نظم المركز ملتقى موسع لكبار المواطنين ضمن أجندة فعالية حافلة يسرنا أن نتعرف إليها من الدكتورة أمل جزيري رئيس وحدة كبار السن في الهيئة. صباحك الله بالخير دكتورة أمل. صباح النور. أهلاً دكتورة. الحمد لله دكتورة، اليوم طبعاً عندكم الاحتفالية بخصوص اليوم العالمي للمسنين، وكذلك في مركز الممزر طبعاً الاحتفالية بطريقة منوعة، فحابين نتعرف أكثر عن هذه الاحتفالية أو الملتقى اللي موجود اليوم في مركز الممزر. طبعاً هو اليوم العالمي لكبار السن. العالم طبعاً كله يحتفل بهالمناسبة. هو الهدف الأساسي من الاحتفال اليوم العالمي للمسن هو أني أنا أوعي المجتمع بمشاكل كبار السن، سواء كانت هاي المشاكل على الجانب الصحي أو حتى الجانب الاجتماعي. وأني أنا أحسن من الخدمات لكبار المواطنين. فإحنا سوينا الملتقى هذا، يعني هالسنة الملتقى الثاني نسويه، لأن كنا مطلقين الملتقى الأول. الهدف من الملتقى هو الملتقى في مركز المزهر مش الممزر. أنا عندي في المزهر، عفواً عيل في المزهر اليوم بيكون. عيل في المزهر هو الملتقى الثاني. هدفنا طبعاً من الملتقى أني أنا ألتقي بكبار السن وبأهالي كبار السن والناس اللي مهتمة بشؤون كبار السن. ممتاز. هدفي أني أنا أوعيهم بأمراض كبار السن، أني أنا أسمع آراءهم واستفساراتهم، في نفس الوقت أني أنا أسمع اقتراحاتهم، لأن أنا هدفي الأساسي هو تحسين خدمات كبار السن في الهيئة. فلما أنا أسمع يعني اقتراحاتهم لتحسين الخدمات، هذا يهمني لرفع مستوى سعادة المتعاملين من كبار السن عندنا في الهيئة. صحيح. فهو هذا الهدف الأساسي من الملتقى. طبعا مع الملتقى احنا بعد مسوين حملة. الحملة هذه في مركز المزهر فيها عدة منصات، فيها منصة للكشف عن هشاشة العظام، فيها منصة لتطعيمات كبار السن، المنصة عن تغذية كبار السن، عن العلاج الطبيعي لكبار السن وأهم التمارين الرياضية اللي المفروض يسوونها، وفي استشارات طبية عامة. ممتاز. والجميع ان ما فقط لكبار المواطنين او كبار السن، للأهالي كذلك اللي يتعرفون حتى للأهالي، لأن بعد إحنا يهمنا أن الأهالي والمجتمع يكون واعي بمشاكل كبار السن. ممتاز. دكتورة أمل، حدثين أكثر عن الجهات اللي مشاركة معكم في هالملتقى أو الجهات كذلك الداعمة لهذا الملتقى. طبعا إحنا داخليا إحنا عنا من قسم كبار السن، وفي عندنا من وحدة الأخصائيات الاجتماعية مشاركين معانا، وقسم التغذية اللي في الهيئة، وقسم العلاج الطبيعي، هذا داخل الهيئة. ومن برا الهيئة في شركات طبعا داعمة للحملة هذه. ممتاز. دكتورة، ممكن تحثينا عن كل منصة بتكون موجودة بجزء من، ما قلت التفصيل باختصار، يعني فرضا منصة هشاشة العظام شو فايدته وبتكون بس لكبار السن أو لأشخاص ثانيين كذلك؟ هو ممكن أي حد طبعاً، هي المنصة هذه يعني هو طبعاً هدفنا كبار السن، بس ممكن أي حد يعني من عامة المجتمع ممكن يعني يسوي كشف. إحنا في هالمنصة نسوي كشف عن هشاشة العظام، فعندنا جهاز يقيس كثافة العظام ونشوف إذا المريض هل عنده مثلاً هشاشة عظام ولا لا. طبعاً إذا عنده طبعاً إحنا نوجه له نصائح وناخذ له موعد في عيادة هشاشة العظام اللي موجودة عندنا في الرعاية الصحية الأولية. ممتاز. يعني بس يعني دلوني كذلك وين يعني يقدر يكمل علاجه والخدمات التابعة لها. والمنصة الثانية اللي ذكرتيها بخصوص التطعيمات، وهذا شيء جدا مهم. احنا عندنا احنا اطلقنا برنامج تطعيمات كبار السن في 2016. طبعا هو احنا في البرنامج هذا دائما نحدث البروتوكولات العالمية لتطعيمات كبار السن، نعم، خاصة تطعيم الانفلونزا والالتهاب الرئوي. فإحنا سنوياً عندنا طبعاً نسوي هالحملة ونكثفها، خاصة في هالموسم اللي هو موسم تطعيمات الإنفلونزا. فهدفنا طبعاً أني أنا أحمي كبار السن من الالتهاب الرئوي ومن الإنفلونزا. نعم، وهذا جداً مهم، يعني عساس يعني زيادة المناعة في هذا السن، وخاصة أن إذا يتم سواء الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا يكون أكثر، مضاعفات تكون أكثر. هي صحيح.
وطبعا في يمكن ناس مب يعني في ما في وعي كامل في المجتمع ان في تطعيمات خاصه بكبار السن، فاحنا هدفنا بعد ان احنا نوعي المجتمع ان في تطعيمات خاصه بهالفئه. صحيح، لان المعظم يركز على تطعيمات الاطفال اكثر من تطعيمات بس موجود كذلك. صحيح. وهذا يعني منبرنا بعد ان يشجع اي اهالي عندهم كبار السن او كبير السن اللي يسمعنا ان في تطعيمات خاصه. نعم. يطلبون التطعيم من الطبيب المعالج في أي مركز صحي متابعين له. نعم دكتورة، طبعا ما شاء الله الملتقى اللي نظمتوه هذا يعتبر ثاني ملتقى على التوالي، وما شاء الله هذا يعكس نجاح الملتقى الأول، عشان كذي ابتديتوا كذلك في الملتقى الثاني، وكذلك يعكس على الخدمات اللي تقدمونها سواء الطبية أو الصحية اللي تتقدم لكبار المواطنين أو كبار السن، فممكن تحدثينا أكثر عن الخدمات الطبية المتوفرة؟ فرع الصحي الأولية طبعا في الملتقى الأول احنا أخذنا آراء الناس، طبعا آراءهم مهمة في تحسين خدماتنا في الرعاية الصحية الأولية، خاصة برنامج السيارات المنزلية. احنا في شعبة كبار السن طبعا عندنا خدمات صحية نقدمها حق كبار السن في الرعاية الصحية الأولية ومستشفى راشد. عندنا عيادات كبار السن في الرعاية الصحية الأولية، عندنا 5 عيادات، عندنا عيادة في المنزر وعيادة الصفا وند الحمر وند الشبا والخوانيج. ممتاز. الخدمات اللي نقدمها في هالعيادة هو التقييم الشامل، التقييم الصحي الشامل لكبار السن، وفي نفس الوقت علاج المشاكل والأمراض الخاصة بكبار السن. عندنا عيادات هشاشة العظام، عندنا عيادة في البرشة تغطي مناطق بر دبي، وعندنا عيادة في المنزر تغطي مناطق ديرة. ممتاز. هدفنا في هالعيادة أو خدمات اللي نقدمها هي الكشف عن هشاشة العظام وعلاج هشاشة العظام ومضاعفاته. إحنا طبعا في العيادتين عندنا أحدث جهاز للكشف عن هشاشة العظام وقياس كثافة العظام اللي هو جهاز الآيدكسا، هو أحدث جهاز يعني عالمي، وميزته إنه هو مو بس يقيس لكثافة العظام، يقيس لكثافة العظام ويطلع لي بعد الكسور اللي ممكن تكون بسبب كثافة العظام. ممتاز. وهي الميزة في هالجهاز الحديث. عندنا عيادة تأهيل كبار السن وهي متواجدة في ند الحمر، العيادة هذه كل 2، والعيادة هدفها هي تأهيل كبار السن. عندنا عيادة الذاكرة في مركز المزهر الصحي، هاي العيادة كل 1. الخدمات اللي احنا نقدمها اللي هي تقييم الذاكرة وعلاج خرف الشيخوخة، وحاليا احنا شغالين مع مستشفى دبي مع القسم الطب النووي على ان احنا ندخل جهاز حديث لتشخيص الالزهايمر اللي هو البيتسكان. نعم. والجهاز موجود في مستشفى دبي بس فيه تقنية للكشف عن مرض الزهايمر. ممتاز. اللي هو اقيس البروتين الخاص بمرض الزهايمر، وميزة يعني هالتقنية ان هي تكشف لي عن مرض الزهايمر في المراحل المبكرة، وهذا هو الهدف، لان اعالج المرض في المراحل المبكرة. نعم. وأمنع مضاعفات المرض وتطوره. ممتاز. فإن شاء الله هذا في خطتنا إن شاء الله على السنة الجاية إن شاء الله في 2020. إن شاء الله، وهذا بيطمن ناس كثيرة، خاصة يعني أن في شيء بيكشف لي أن الشخص مصاب، ويعني تشخيص معين أن الشخص مصاب. هي لأن في حالات يمكن يكون المرض بعد الأعراض ما طلعت عليها، لكن هو ممكن يكون مصاب بالمرض هذا. صحيح. ففي هالحالات في علامات معينة إحنا يعني ممكن تدلنا على هالشيء، وبالكشف اللي هو عن تقنية البيتسكان هذه توضح لنا إذا فيه البروتين اللي هو مال الألزهايمر ولا لا. نعم. إذا فيه البروتين معناته إن هالشخص بيصاب بالألزهايمر، ممكن إني أنا أبتدي أعالجه مبكر، وهالشيء طبعًا بيساعدنا إن أنا أمنع تطور المرض هذا. ممتاز ممتاز. عندنا خدمات بعد الخدمات الحادة في مستشفى راشد، عندنا فريق في مستشفى راشد يعتني بالمرضى بعد إصابتهم بالأمراض الحادة. نعم. عندنا طبعا خدمات الزيارات المنزلية. نعم. لكبار السن، ومثل ما الكل يعرف ان احنا دخلنا هاي السنة تقنية حديثة اللي هي التطبيب عن بعد، اللي هي تقنية ذكية، حسنت وايد من خدمات الزيارات المنزلية عندنا. ممتاز. الهيئة. ممتاز. زيارة المنزلية تكون يعني بيكون الفريق كامل متكامل أو فقط الطبيب بالنسبة للزيارة المنزلية؟ عندنا فريق متكامل، يعني طبيب وعندنا ممرض وعندنا أخصائي اجتماعي وأخصائي تأهيل
مع أخصائي تغذية، ففريق متكامل يقيم المريض. ممتاز، لأن يمكن صحة كبار المواطن أو كبار السن تحتاج إلى فريق كامل، يعني مو فقط التركيز على الطبيب أو التمريض. لأن إحنا في الكبار السن إحنا ما نطالع الجانب الصحي بس، نشوف الجانب الصحي، الجانب النفسي، الجانب التأهيلي، الجانب الاجتماعي، كل الأشياء المفروض أن إحنا نتطرق له، ويعني ونشوف شو المشاكل اللي فيها ونعالجها. جميل، وهذا يعكس دكتورة كذلك في المنتدى أو الملتقى اللي اليوم موجود في عيادة المزر، أن أنتم ركزتوا على كافة التخصصات حتى بالنسبة للأخصائي الاجتماعي اللي يمكن يكون له دور بعد كبير، يعني صحيح. يعني قطيتوا كل شيء في هذا الملتقى، ما ركزتوا بس على الأمراض. الجانب صح، هو الجانب الاجتماعي جدا مهم، لأنه يعني إذا ما غطيت الجانب الاجتماعي هذا بيتأثر على الجانب الصحي، فأنا لازم أهتم بالجانبين الصحي والاجتماعي مع بعض في علاج كبار المواطنين بالذات. ممتاز، وهذا دور كبير نفس ما قلتي، خاصة الجانب الاجتماعي. نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة أمل. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعين الكرام خلال البرنامج. أحب طبعا أوجه كلمة أنه يمكن في مثلا مشاكل قد يلاحظها الأهالي على كبار السن، ويعتقدون أن هذه أعراض ممكن تكون طبيعية مع التقدم في العمر، لكن ممكن هاي الأعراض تكون غير طبيعية، ويعني وتكون إنذار لمثلا مرض معين. فإذا هم لاحظوا أي تغيرات على يعني كبير السن، المفروض أنهم يعني يتوجهون للمركز الصحي اللي تابعين له ويستشيرون الطبيب، لأنه التدخل المبكر في علاج كبار السن يعني له دور كبير في طبعا العلاج، ودور كبير في عدم تقدم الحالة وتحسين جودة يعني حياة كبير السن. ممتاز، دكتورة أمل جزيري، رئيس وحدة كبار السن في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياك، شكرا لك، نتمنى لكم كل التوفيق. لا. شكرا لك. شكرا. طبعا الحمد لله الاهتمام كبير بفئة كبار المواطنين أو نقولها ككبار السن في مجتمعنا، ولله الحمد يعني دورهم كبير، بالعكس دورهم ما نقول أنه انتهى ووقف، بالعكس يعني يعني يقدرون يسوون أشياء كثيرة، ويعني كفاية خبراتهم، كفاية الأشياء الثانية نفس ما قالت الدكتورة سلوى، كفاية دعوتهم، يعني أشياء كثيرة يقدرون يقدمونها للمجتمع. وهذا الاهتمام سواء المنتدى وسواء اللي في عيادة المزر وسواء الاحتفال بيومهم العالمي، هذا يشد الانتباه أكثر وأكثر بقدراتهم وبالأشياء الثانية اللي يمتلكونها ويقدرون يعطونها للمجتمع، سواء المجتمع ككل أو حتى أفراد المجتمع بالخصوص، وهذا له أهمية كبيرة في المجتمع. يعني ما نحس أنه وقف دوره، بالعكس أنه يعطي في كل سن الشخص موجود فيه. والاهتمام كذلك مو فقط في كبير المواطنين أو كبير السن، الاهتمام كذلك بالعائلة، بتثقيفهم. المنتديات والاحتفال كان مفتوح للجميع مو فقط لكبار السن، وهذا يعكس أهمية دور الفئة أو المجتمع اللي حوالي كبار السن. مستمعينا، نرجع للدراسة اللي خبرتكم عليها، وهي تقول اختبار دم جديد يكشف عن أكثر من 20 نوع من السرطان. ابتكر علماء من جامعة هارفارد اختبار جديد للدم يبحث عن التغيرات الجينية المرتبطة بالأورام، ويمكنه اكتشاف أكثر من 20 نوع مختلف من السرطان. وعند إجراء الاختبار على ما يقارب 3600 عينة دم، حدد بشكل صريح مرض السرطان في 99.4% من الحالات، مع 0.6% فقط من التشخيص الخاطئ، يعني تقريبا نص المية، نص بالمية. ويبحث الاختبار عن مثيلة الحمض النووي الريبوزي المنقوص الأكسجين غير الطبيعية، حيث أن هالطفرات يمكن أن تعطل الجين أو تغير كيفية عمله، مسببة أمراضا مثل السرطان. وعلى عكس الخزعات السائلة اللي تكشف عن الطفرات الوراثية أو غيرها من التعديلات المرتبطة بالسرطان في الحمض النووي، تركز التقنية الجديدة للاختبار على تعديلات الحمض النووي
المعروفة باسم مجموعات الميثايل، وفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور جيفر أوكسنارد. ويأمل العلماء أن يتيح اختبارهم الجديد تشخيص المرضى وعلاجهم في وقت مبكر، ما يعزز فرصهم في الحياة، ومن غير الواضح متى سيتم إتاحته في المستشفيات والهيئات الصحية. صح بعد ما موجود يعني موجود في المستشفيات والهيئات الصحية، بس جميل أنك يعني الشخص يعرف أن في اختبارات بسيطة تقدر تشخص أمراض يعني تكون معقدة مثل أمراض السرطان، يعني بس من جزء من الدم أقدر أشخص هذا الشيء. وهذا يعطي الأمل للناس كثيرة أن بس من فحص دم يقدر الشخص يتعرف إذا فيه أو لا، وحتى يمكن في فترات تكون متقدمة جدا بحيث سهولة العلاج. الحين طبعا نحن التشخيص يكون على حسب الأعراض، على حسب المشاكل اللي يتعرض لها الشخص، وفي نوعيات معينة نقدر نكتشفها من قبل، مثل في اللي هو السكرين أو اللي نسويها مثل الفحوصات الشاملة اللي نسويها لأعمار معينة تكون فيها سرطانات معينة أكثر من سرطانات ثانية. بس هذا الشيء يعطي أمل أكثر وأكثر أن بشيء بسيط يقدر الشخص يعني يقيم ويشخص أمراض كبيرة. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله نشوفه عن قريب في مستشفياتنا، وإن شاء الله تقنيات حتى أحدث وأحدث تكون موجودة للكشف عن هذه الأمراض وعلاجها في فترات يعني تكون في فترات البداية، عساس الواحد ياخذ العلاج الكامل ويتخلص من المرض أو أنه يشفى من المرض بسرعة أكبر، بدل ما أني ينكشف المرض في فترات تكون بعيدة. ونفس ما ذكرت كذلك دكتورة أمل بخصوص الكشف عن الزهايمر، إن شاء الله بيكون على قريبا يعني بالتعاون مع الطب النووي عندنا في هيئة الصحة بدبي، وهذا يعطي يعني بوادر أمل كبيرة أن الشخص يعني ما أن بعد ما تطور حالته أو أن الشخص في بدايات مرض الزهايمر ما يكون واضح بالضبط التشخيص 100%. في أشخاص يمكن تكون واضحة، بس في أشخاص ما تكون واضحة 100%، فهذا بيسرع بيأكد بخصوص التشخيص وأخذ العلاج اللي يحتاجه الشخص عشان ما تزيد حالته أكثر وأكثر. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت حلقتنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرة المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. شكر خاص خلال البرنامج لزميلنا محمود يوسف. نتمنى لك كل التوفيق محمود. محدثتكم دكتورة عاشة البسطي، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.